وبيدي محمد سيكتور 3 مالو. شو مشكلة عندك؟ عندي بنتي هاد السيد خدمنا معاه 6 اشهر. الرئيس قني فينا جماعة جماعة ديال السيد طيبي. شنو خدمتو؟ شنو كتبتو؟ كنا خدامين في هذاك الشيء ديال اللي نعاش. اللي نعاش؟ اييه. شحال انت خدام؟ 6 اشهر ابنتي. 6 اشهر. 6 شنو المشكل اللي عندك؟ ما عطانا 42 ألف. 42 ريال. 6 اشهر. شحال بالنسبة للشهر؟ شحال كتجيك في 42 ريال؟ ايوا احسب هو شي 6000 ولا 8000. 6000 ريال؟ اه داك الشيء اللي دار لينا. واش قال لك النهار الأول بأنك غتخدم 42 6 شهور؟ قال لينا كنا خدامين حنا مع داك الرئيس الاول. يعني انت شحال هادي وانت خدام؟ اييه. شحال من عام وانت كتخدم في هاد الانعاش؟ 4 سنين خدمنا مع داك المؤمن. مع الرئيس اللي كان قبل؟ اللي كان قبل. شحال كان كيعطيك؟ كيعطينا 96000. شحال؟ في 3 شهور. 96000. هذاك الشيء باش بقيتي انت خدام؟ بقينا خدامين حتى جا هذا قال لينا بقاو معايا ما تهضروا معايا حتى شهر 3. عاد دوز لي الفلوس. تدوزوا 6 شهور. من اللي خدمنا معاه عطانا 3 شهور قال لينا ودي هاد الشيء اللي كاين. وما هضرتو معاه ما قلت له هاد الثمن راه قليل ما يخدمش. وقال لينا بشويه قال لينا واخا رانا غادي نعطيكم. من اللي دازت واحد 15 يوم ورا الخلاص قال لينا ما تسالوني حتى حاجه. وباش كنتو عايشين؟ وا بنتي كنا تنتلاوطو صافي راه لا اله الا الله. عندك وليدات؟ اه عندي بنتي عندي. شحال عندك وليدات؟ 6 الاولاد. ست ولاد عمو كانت 6000 ريال معيشه في الشهر. ايوا اش غدير بنتي راه الحكم ديال المواطن راه هو الحكم ديال الناس اللي ما فيهمش الايمان راه هو هذا. دابا شنو الاجراءات اللي درتو مع هاد السيد؟ دابا السيد تنطالبوا منه يخلصنا. تنطالبوا منه رزقنا يعطينا. كتشوف راسك ضربتي تماره؟ ضربنا تماره بنتي دابا من الصباح حتى الثلاثة عاد تنمشي. سيدنا الله ينصرو. يتعامل معنا راه هاد الناس راه معدين علينا. هذا الشيء اللي كنطلبوا من هاد الناس. السلام عليكم. حنا كنا خدامين معاك هني خدمت معاه 6 شهور يلا عطانا 42. كنا خدامين في النظافه ما كانش طب الشوارع والرقوه ما نخليو ما نديرو بركاسات وكل شيء. كيف داير معاكم في الاول؟ في الاول اختي ما دار معنا حتى شي حاجه غير خدمنا هكاك وصافي. يعني انت كنت خدام شحال هذيك قبل ما يجي هذا الرئيس؟ انا خدام مع المؤمن خدمنا مع المؤمن تقريبا شي 4 سنين. شحال كان كيعطيكم؟ 96 كان كيعطينا 96 وكان كيتعامل معنا فوق مزيان. وهاد السيده اختي كان لنا في رزقنا. دابا شحال عطاكم هاد السيد؟ عطانا اختي 42. ما قلعاش؟ ما قلعاش انا اختي. عندي 4 دوليات والله الا كان سلموا الحمول حنا دابا كساني 36 في اللي كيساني. انت معول انك تشد 36؟ كنت معول زعما غنشد هو داك مول الحانوت كان كيعطيني الفلوس على حسب على حسب ملي كنت خدام مع الرئيس المبني باش كان كيكريدي 36 الف ريال دابا كيعطيني. دابا ما لقيتيش تخلصوا؟ ما كاين حتى شي حاجه والله قسمنا كندوز دابا حشمان حادر عينيا من السيد. والعيد جاي؟ والعيد جاي اختي كان كابل الهم. اش غنديرو؟ شنو الاجراءات اللي درتو؟ اختي مشينا عند السيد العامل ودرنا الاجراءات قلنا هذا السيد راه ما بغاش يخلصنا وهذه هو مشيتو عنده قلت له هذا الشيء راه قليل اللي عطيتينا حنا ما مولفيش كنشدو؟ لا ما مشيناش عنده اختي ما قلنا ما قال لي ما قالنا ملي كنبقاو جيت الاداره جيت الاداره تما هو وكيخرج كيقلف على السلام السلام عليكم ما كيقولهاش لنا ما كيقولهاش. شنو الرسالة ديالك؟ شنو الرسالة ديالي السيد كان خصو يعطينا فلوسنا اختي ما يخليناش هكاك ضايعين وليداتنا ضايعين والعيد هذا. ان شاء الله كنطلبوا بسيدنا يسهل الله سبحانه وتعالى يعطينا السيد يشوف 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 هذه القضية هذه باش الدور تقلو. الله يكثر خير. عمر السهل انا خدام في جامعة سي الطيبي مع رئيس قني عطيني خدمت معاه 6 شهور عطاني 40 ما حسبتهاش ديك الساعة نيت تا فو تا خرجت عاد حسبتها لقيت 40 قلت حيد بارك عليا ما كاينه معنى من ما كاينه هذه مشيت منين هادو الدراري بدا يتشكاو قلت له غادي نمشيو عند السيد
قال لي واخا، قالوا لنا واخا جمعنا زينا. وعشان ست ست شهور لي شديت 96 94. ودابا ملي شديتي 40 قنعاتك؟ لا ما قنعتني والو. بقى فيك الحال؟ هو معلوم بقى فيا الحال، حقاش انا غير المرا ديالي اللي خدامه في الميناج في الرباط. مرا ما كاينه معنا. ما كاينه معنا راه تنضربوا حيط. عندي جوج. ما شوف ما جبدنا معاه هضره. مشينا عنده قلت ليه انا جوج كلمات تخلصنا ايه لا. قال لي سير تخلصوا راه كان حاضر هذا مع شكون الاخر اللي كان معنا وانت. قال لي خسرتي الهضره. اش من تخسر الهضره خسرت معاك. قلت له بغيتها احنا عرضقنا نتخلصوا. هو ما خلصناش. قالنا صافي سيروا سيروا بحالكم. رجعنا لغد ليه لعندو رديناه في الوسط قلنا له خلصنا. قالنا لا ما خلصكمش. خدمتو جوج سوايع راه تخلصتو فيها. صافي سي اللي قال لنا هو هذا. وسيدنا الله ينصرو الله يطولنا عمرو الله يشافيه لما يوقفنا في هاد القضية ديالو ديال قني. راه تيخلص جداد اللي ما خداميش تيخلصهم عداد منهم. ما تيتجمعوا في واحد الجرده تيدخلوا لداخل تيبقاو يتشكاو علينا ويضحكوا علينا وصافي. وتا المعاونه ما تعطيهاش. معاونه عمرني شتها. صافي ساهل الشيء اللي عطى الله هو. ها المشكله ديالي هي خدم 9 شهور. خدم 9 شهور عطاوني 42. ها كان يعطوني خصهم يعطوني 96 كل 3 شهور. ما شديتش مشينا عند الرئيس. مشينا عند الرئيس عطانا تا وقت. قالك انتوما قالك انتوما انتوما خدم انتوما خدمتوا عطيتو لكم. عندي وليدات زوجات خدامة 4 سنين. اه كنا نسدو 96 مع المومني مع الرئيس المومني. اه هذا الرئيس شحال دابا باش تجيو معاه؟ بدينا معاه 6 شهور. احنا نطلبوها فلوسنا. سيد صابر الحسين خدام مع سيد قني محمد قني من جماعة السيد الطيبي. السيد تعدى علينا شوية بغى ينتحم علينا بالناس المواطنين وهي كل مرزوقهم. وحنا وعدنا 6 الأولاد عندنا كل واحد عنده 6 الأولاد. دوزنا مع السيد قني دوزنا مع رمضان كامل احنا نطيحوا نوضوا. عطينا قلنا له يعطينا رزقنا. انا 4 اشهر. شنو كنتي خدام في البلديه؟ شنو كدير في البلديه؟ كنضربوا الشطابه والبركاسات كنهزوا الزبل ديال السيد الطيبي مع الكاميرا عمل النظافه. السيد الطيبي كامل الزبل كامل البركاسات من البركاسه يهزك يقول لك هز برويطه دفاع البرويطه قدامي اللي مكلفين كيقول لك دفاع قدامي البرويطه دفاع قدامي دفاع. حنا ندفعو في البرويطه قدامنا بحال كان ياق. والسيد المكلف بينا عنده الطوموبيل ديك عنده ماشي كات عنده الطوموبيل ديك إيسيزي. المشكل الخلاص ما خلصناش. شحال انت خدام؟ 4 اشهر. 4 شهور حنا خدامين معاه. والسيد راه كان في رزقنا وحنا عندنا 6 الاولاد والناس شي 24 واحد كليه. شحال وانت خدام في هذا الانعاش؟ 6 اشهر ملي دزنا معاه في الانعاش انا. شحال دار معاك في الاول؟ دار معايا سيدي 96000 3 اشهر. 3 اشهر؟ اه. شحال عطاك؟
عطانا 42000 ريال المؤمن. هذه 42000 ريال المؤمن شحال ساويه؟ ساويه 6000 ريال في الشهر. سارح ما يديروش لي 6000 ريال في الشهر. سارح جاتنا قليله. سارح لي سارح الغلم ما ديش ما يسرحش في 6000 ريال. كنتي عايش؟ لا لا يالله لا لا يالله. مشينا دوينا معاه قال لينا هذاك الشيء اللي جاكم، هذاك الشيء اللي جاكم، جاتكم 42000 ريال اللي جاتكم بالمحاسبه. حاليا عندي وليد مجوج، كنت خدام مع الرئيس المؤمني السابق، خدمت معاهم جماعه ديال السي الطيبي. خلصوني في 3 شهور يلا عطاوني 96000 ريال. ومن بعد منين جا من بعد مني كان الرئيس المؤمني قالوا لي حبس راه غتبقى تخلص. قال لي ساعد كاب هذاك الكاتب. صح كملت الخدمة مع الرئيس الجديد، كملت خدمتي. شحال خدمت معاه؟ 3 شهور. في 3 شهور صافي. المهم كنت خلصت في 6 شهور. صافي عطيني يلا 46 صافي. لا لا شحال مولك كتشد؟ كنشد في 3 شهور كنشد سميتو 96. هادي في 3 شهور؟ هادي في 3 شهور يعني ما كاملش يعني في الشهر ما كاملش سميتو 28. كيفاش كتعيش وليداتك؟ بالقدره الالهيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيفاش كطالب؟ كنطالب بحقي، كنطالب حقي وهاد الناس بإشاء الله تعالى وتبارك يشافي جلالة محمد السادس الأخ نصره الله، الله يشافيه ويعافيه ويعطيه صحيحته. كنطالب بحقي وهاد الناس يعطيهم حقهم على بركة الله.